صحيح. معلش انا كنت في المستقبل الفتره الثالثه هناك، فعلى ما جيت جري يعني دكتور مصطفى بديكوا هنا اقتصاد وانا بدي هناك اقتصاد مكانه هناك المفروض يبقى ايه. حاضر كل يوم. السلام عليكم. احنا الاول كده هنعدي على الباب اللي فات عشان ما كانش فيه برزنتيشن، هنعدي عليه بسرعه كده وبعد كده نكمل ان شاء الله. احنا المنهج بتاعنا آلات الاحتراق، دي الابواب اللي احنا هنحاول نغطيها ان شاء الله. الانترودكشن اللي خدناه المره اللي فاتت، الاوبريتنج كاركترستكس، ودي داخل فيها الجيومتري وحسابات الباور والتورك وكل ما يتعلق بالمحرك. بعد كده الانجن سايكل، رابع باب الاير اند فيول اندكشن، خامس واحد الكومبشن، و 6 ل 8 حسب الوقت معانا. غالبا احنا بنقف عند الباب الايه الخامس ان شاء الله. خلاص هنعدي دي كلها حاجه مقدمه تاريخيه، بس اول واحد اقترح آلات الاحتراق مين وتطوراتها لغايه ما نوصل لاهم عنوان اتكلمنا فيه اللي هو الكلاسيفيكيشن، ان المحركات ممكن تتقسم اكوردنج تو شويه برامتر زي كده قلناهم، اشهرهم هم 11 تصنيف. كل محرك موجود هياخد واحد من ال 11 تصنيف دول. في اول حاجه التايب اوف اجنيشن، الانجن سايكل، الفالف لوكيشن، البيزك ديزاين، بوزيشن والنمبر اوف سلندر، الاير انتيك بروسيس، الميثود اوف فيول انبوت، الميثود اوف فيول دي واحده للسبارك والثانيه لكمبريشن اجنيشن، الفيول يوز، الابلكيشن، واخيرا التايب اوف كولينج. بدايه من التايبس اوف اجنيشن، احنا عندنا نوعين اساسيين، السبارك اجنيشن او محركات البنزين، والكمبريشن اجنيشن او بتسمى محركات الديزل. السبارك شغال بالسبارك، شمعه الاحتراق هي الدافع او المسبب للاحتراق. في الكمبريشن اجنيشن بنعتمد في الاحتراق على وصول الشحنه اللي هي هواء وقود الى درجه الحراره، الاحتراق الذاتي للوقود، لذلك الضغوط ودرجات الحراره في الكمبريشن اجنيشن بتبقى اعلى منها في البنزين، والترك بيبقى اعلى بس كمان الحجم اكبر والوزن اكبر عن البنزين. فانت عايز سرعه بتروح ناحيه البنزين، عايز ترك بتروح ناحيه الديزل انجن. دي الكمبريشن اجنيشن. الانجن سايكل عندنا اشهر دورتين اللي هي الفور ستروك ثم تو ستروك، شرحناهم كده المره اللي فاتت ان الفور ستروك هو عباره عن اربع اشواط، شوت انتيك ثم كومبريشن ثم شوت الباور ثم الاكزوست. دول اربع اشواط بلفتين لعمود الكرانك، لذلك لما هنيجي نحسب الباور هتلاقينا بنقسم كل حاجه على اثنين، لان فيه كده لفه، في دوره، في ريفوليوشن فاضيه من الباور. التو ستروك بنستعيد عن الفالفات في معظم الاوقات، ولان في برضه تو ستروك شغال بفالفات، بس كل الاشواط بتحصل في كل الخطوات بتحصل في شوطين بس، بيعتمد على فتحات المكبس هو اللي بيقفلها بجسمه وهو طالع وهو نازل. كان في فيديو كده بسيط ممكن نستعرضه عنهم بالمره. ده بيتكلم عن الفور ستروك، هو حاجه عباره عن دقيقه ودقيقه ونص بس، هيشرح الاربع اشواط بتوع المحرك. ده قطاع في محرك تقريبا اربع اسطوانات، هو جايب اسطوانه واحده، ففتح لك السلندر عشان تشوف المكبس هو بيتحرك. مكبس في اول شوط بينزل لتحت، في الفالف بتاع الانتيك مفتوح بيبدا يملى الشحنه دي، بعد كده الاثنين فالف بتقفلهم في شوط الكومبريشن، بعد كده يضغط الشحنه اللي جواه، وبعد كده تحصل الشراره ايا كان، ان كانت سبارك او كومبريشن
إجنيشن، يحصل عملية الاحتراق تولد طاقة ترجع المكبس لتحت في شوط القدرة. قلنا الشوط القدرة بتأخر بيجي رقم 3، فلذلك بنحتاج قوة خارجية لتشغيل أول شوطين اللي هو يا إما المارش يا إما أي حاجة بره اكسترنال زي السير أو المنافل. ثم المنطقة دي كلها اتملت عادم، صمام العادم يفتح، كل ده يطرد، ثم العملية تتكرر من جديد، وحركات سرعتها بتوصل 3000 RPM و 5000 و 7000. فالأربع أشواط دول بيحصلهم في الدقيقة الواحدة أحيانا 5000 مرة. ده التوستروك، قلت لك هو بنظام أكتر منه شوية فتحات، ولو إن الرسمة دي أو الفيديو ده جايبه لك إن فيه صمام. دايما بنبدأ شرحه بشوط الباور، حصل احتراق، المحرك نزل لتحت، وهو نازل بيبقى فيه فتحات بيضغط منها هواء يوديها للغرفة عشان لما يطلع يضغطها تاني، يطلع شوط الكمبريشن، يحصل الاحتراق، طرد العدم بيتم بدخول الهواء، الهواء هو داخل بيطرد العدم معاه، بيسموها سكيفنج، كسح بيطرده وهو ماشي. زي ما قلنا ان في تو ستروك وفور ستروك ودول الاشهر، في كمان ممكن يبقى في 3 ستروك واحيانا في 6 ستروك، بس الحاجات دي مش شائعه الاستخدام. التصنيف اللي بعد كده بيبقى عن طريق مش مكتوبه الفالف لوكيشن. قلنا في اشكال كتير، الفالف بيبقى موجود فين؟ احيانا بيبقى في البلوك واحد والاسطوانه واحد، او الاثنين في راس الاسطوانه، او الاثنين في البلوك، ودي الاشكال بتاعه الفالف ان بلوك وواحد في الاثنين ورا بعض في البلوك، او يكون الاثنين في راس الاسطوانه، او يكون واحد في البلوك وواحد في الهيد، او يكون الاثنين في الهيد على شكل حرف تي. ممكن كمان البيزك ديزاين، اشهر حاجه ريسبروكيتنج اللي احنا شغالين عليها اللي هو الترددي، لكن ده ما يمنعش ان فيه محركات دورانيه. بوزيشن والنمبر اوف سلندر، دايما التصنيف بيتقال مع بعضه، تقول عدد الاسطوانات وكمان مرصوصين ازاي. فاول حاجه السلندر سلندر، الان لاين، ثم الفي انجن، وبعد كده الدبليو انجن اللي كان المره فاتت مستغرب شكلها هيبقى ازاي. الفي انجن والدبليو انجن من المحركات اللي بتوفر حجم ورغم التعقيد اللي فيها، ولكن طالما لسه بتشتغل على عمود كرانك واحد فبتبقى المزايا بتاعتها اكبر من عيوبها. ثم الاوبوزيت سلندر انجن والاوبوزيت بيستون. الاوبوزيت بيستون مشكلته ان كده في اثنين عمود كرانك، لكن الاوبوزيت سلندر هو صحيح عمود كرانك واحد بس كده انت متصل بعمودين للكمات، فالمحركات بتعقد شويه، فلذلك هي غير شائعه الاستخدام. الراديال انجنز محركات الطيارات. ثم الاير انتاج بروسيس، قلنا فيه ناتشرال اسبريتد او سوبر تشارجر، ثم التربو تشارجر. بس هنلاحظ اللي احنا يعني ما قلناهش المره اللي فاتت، ان دايما التربو او سوبر تشارجر بيبقوا ملحقين بانتر كولر، ده لان لما بضغط الهواء عشان ادخله المحرك انا كده رفعت ضغطه وكمان رفعت درجه حرارته. طالما رفعت درجه الحراره فلو رجعنا الكارنوت كده الكفاءه بتاعتها 1 ناقص تي ال على تي اتش، فانت التي ال بتاعتك علتها شويه يبقى قللت الكفاءه، قللت المساحه اللي انت ممكن تستغلها. فلذلك دايما انتر كولر ورا السوبر تشارجر او التربو تشارجر عشان يخفض لي درجه الحراره
من تاني مع ثبوت الضغط تقريبا، هو عمره ما يكون ثبوت ضغط نظري، لكن هيبقى تقريبا الضغط بيبقى ثابت. كمان في حاجه اسمها الكرانك كيس كومبريست، دي اللي هي شغاله في التوستروك، ان الكيس نفسها اللي فيها الكرانك بيبقى فيها فتحه، ان المكبس وهو نازل بيضغط الهواء، يبقى في صوت القدره هو كمان واخده قدره وكومبريشن في نفس الوقت. دي طرق شحن الوقود في الاجنيشن سيستم او الاجنيشن انجن. اول حاجه الكربريتير هناخده بعد كده بالتفصيل، ثم المالتي بوينت فول انجكشن، ان انا بحط واحد او اكتر من انجكتور في سلندر انتيك نفسه، ثم الثروتل بادي ان انا بشحن بدري خالص في الانتيك، بدري خالص من عند البوابات اللي داخل منها الهواء، ثم الجازولين دايركت انجكشن اللي انا بشحن داخل الاسطوانه مباشره، واللي بتحتاج ضغوط اعلى بكتير من الطرق اللي قبلها. دي الميثود بتاع الفول انبوت في الكومبريشن اجنيشن، يا اما دايركت انجكشن يا اما ان دايركت، عباره ان انا بحط غرفه احتراق سنويه بتبقى ملحقه بغرفه الاحتراق الاساسيه، بحقن فيها يحصل فيها خلط للهواء وبعد كده يتنقل للغرفه الاساسيه، ثم الهوموجينيوس شارت كومبريشن اجنيشن. ده الحقيقه عباره عن مش طريقه، ده سيستم، ده خطوات كده بتتم، هناخدها بالتفصيل. عارف بشحن في اول 10 درجات في الحته الفلانيه، وبعد كده بشحن بعدها في مكان معين تاني، وبعد كده بيبقى فيه سيرد انجكشن، بتبقى مراحل. ده سيستم بيضمن خلط جيد للوقود مع الهواء. ممكن اصنف على اساس الفول يوز، جازولين، الدايركت اويل اور فول اويل، الجاز، ناتشرال جاز، الكحول، الجازولين، ومرورا بالديول فول، ان انا ممكن استغل محرك واحد واشغله بوقودين. واشهر حاجه هو استخدام الغاز مع البنزين، فحتى في البيجوهات اللي موجوده هنا في المنصوره اسكندريه لسه شغاله بالطريقتين، فبيدور دايما على الكفاءه الاعلى، بيشغل مثلا بنزين في الستارت اب وهو خارج لسه وواصل في الاخر او في الزحمه، لكن طول ما الطريق مفتوح قدامه وماشي على سرعه ثابته بيروح للجاز. ممكن اصنف حسب الابلكيشن، اوتومبيل، تراك، لوكوموتيف، مارين، اير كاف، البورتابل، الحاجات الثابته، فممكن التصنيف على اساس الانجن ابلكيشن. اخر تصنيف اللي هو الكولينج، يا اما اير كولد يا اما ليكويد كولد، والاشهر هو الووتر برضو حسب التطبيق. والله متاح عندي هواء بسرعات تسمح بالتبريد هيبقى هواء، والله في مكان ثابت اقدر اجيب هواء، اجيب جنبه مروحه بلور تديله يبقى هواء، مفيش مكان متاح او مفيش سرعات للهواء بروح للووتر كولد، لان الووتر كولد السعه الحراريه بتبقى بتاعته اعلى، فالتبريد السعه بتاعته اعلى، فالحجم بتاع الكولينج سيستم بيبقى اقل رغم تعقيده، يعني الاير بيبقى ابسط لكن الكفاءه بتاعته اقل، والووتر بيبقى معقد شويه وفيه كومبوننت كتير بس الكفاءه بتاعته بتبقى اعلى. ده شكل كده الاسطوانات، ودي بعض الرموز اللي احنا هنستخدمها مرورا بيه. ده شكل قطاع في الانجن، ده الفورستروك احنا خلاص شرحناه في الفيديو. اتكلم كمان عن مصطلح الهايبريد فيكل، مصطلح طلع شويه بعد الالكتريكال انجن، في عربيات دلوقتي شغاله بس بالكهرباء، ودي الصيحه اللي شغاله دلوقتي، احد الصيحات اللي شغاله اللي هو المحرك يكون كهربائي، نبعد بقى عن الوقود وبعيد عن التلوث وكل مشاكل الانترنال كومبشن انجن، وهتبقى الكتريكال ليها مشاكلها برضو، ان انت عايز كده مكان او سيستم، مش سيستم بس عندك في البيت، ده انت عايز سيستم كبير لمحطات شحن لازم تتواجد في اماكن كتير، بلس ان انت هتستخدم البطاريات، والبطاريات استخدامها اصلا نوت سيف، مش امن، وعايز احتياطات كتير عشان تستخدمها. فمعظم المحركات الكهرباء او الفيكلز اللي شغاله بالكهرباء، كل التطور في الابحاث شغال في مجال البطاريات، ازاي اطور في البطاريات تبقى مور سيف، تبقى الشحن بتاعها ياخد وقت اشحن في وقت اقصر وتديني وقت اطول في الاستخدام. لكن احنا هنا بنتكلم عن الهايبرد، الهايبرد دايما في اي حاجه ان انت مستخدم نظامين، فالانجن الفيكل بتاعتك تكون فيها انترنال كومبشن انجن وفيها كمان الكتريكال جنريتور يطلع لي كهرباء،
فإزاي استخدمهم واستخدمهم إمتى؟ بعمل بينهم توافق في فترات الاستخدام. فأول مزايا استخدام الهايبر أوتوماتيف إن أنا التناول للفول نفسه بيبقى أفضل. لما نيجي بعد كده ندرس الكفاءات واستخدام الوقود هتلاقي في أماكن اللي هي السرعات القليلة قوي والعالية قوي استهلاك الوقود بيزيد عن القيمة المطلوبة وكمان الكفاءة بتقل. فأنت ممكن تستخدم الهايبرد فيكل إن أنت تشغل الكهرباء في المناطق بتاع استهلاك الوقود العالي فيبقى استخدامك هنا بتوفره. كمان المزايا بتاعتها إن أنا ممكن أفصل كومبشن إنجن اشغلها, شغل السيستم ده لوحده, شغل السيستم لوحده. طبعا زائد الميزه الكبيره بتاع ان تلوث زيرو اميشن في الالكتريكال, لكن الهايبريد لسه فيه فالتلوث بيقل شويه. لكن العيوب هاي كوست, تكلفه بتبقى اعلى, حجم المحرك او حجم العربيه بتبقى اكبر لان انت عندك تو سيستم, مرورا بمشاكل الباتري سيستم دي بقى لها تاثير سلبي على البيئه بعدين عشان تعمل تخلص للويست بتاع البطاريات نفسها بيبقى عبء على البيئه اخطر من العوادم اللي كانت هتستخدم اصلا. لسه برضو استخدمت ليه او استخدمت ليه, انت لسه عندك اكزيلري في العربيه عايزه طاقه كهربيه, فالاير كونديشن نفسه والباور كلها لسه محتاجه تتظبط شويه لانها بتستهلك طاقه كبيره. فلو انت شغال محرك كهربي بس لسه القدره بتاعته ما تكفيش كله, فلازم برضو تستعين بمحرك اكبر شويه يا اما بمساعدات من بره بطاريات تانيه. لو شفنا كده بس رسم ازاي الاثنين بيشتغلوا مع بعض في ظروف التشغيل المختلفه, اللي واخد لون الاسود ده يعني هو اللي شغال دلوقتي, هو اللي اكتف, واللي الوان البيضة دي معناها ان هو مش شغال. فبدايه من اول رسمه فوق رقم واحد دي في الستارت اب وفي اللو سبيد, هشغل المحرك الكهربي بس عشان يقوم لي اولا المحرك الاحتراق الداخلي, ثانيا يحرك لي العربية, فباخد الطاقة بتاعتي من البطاريات والمحرك. رقم اثنين الانجن ستارت, ببدأ قدرة تتقسم نص يروح للمحرك الاحتراق يحرك الطارة بتاعته كأنه المارش بتاعه, وجزء هيشغل العربية. بعد كده بنروح على البروفيشنال, بداية التقدم بقى المحرك بيعتمد على نفسه, فالاثنين بيبقوا موجودين مع بعض المحرك الكهربي والمحرك آلات الاحتراق الداخلي. بعد كده بيبقى في مرحلة الباور جينيريشن, بيبقى عندك فايض بقى من الكهرباء او الباور اللي طالعه من الانترنال, فبتبدأ تروح تخزنها على البطاريات. بعد كده بتمر بمرحلة الفول ثروت او الاكسلريشن, او انت عايز سرعات عالية او جهد اكبر, فبرضو تاني بتعشقهم الاثنين مع بعض وتاخد من البطاريات. مرورا بالباور ريجينيريشن تاني هروح لمرحلة الريتد سبيد, فيبقى عندي فائض من القدرة اروح اوديها للبطارية. الفول سيل فيكنز عشان نتكلم عنها, ده هنعمل زي الخطيب اللي طلع على المنبر اول خطبة قال لهم اتعلمون؟ قالوا لا. قال وكيف احدث اناس لا يعلمون؟ اقم الصلاة. فاللي بعده الجمعة اللي بعدها اتعلمون؟ قالوا نعم. قال وماذا اقول للناس يعلمون؟ خلاص انتوا عارفيني. ففي التالتة اتعلمون؟ فتقسموا نصين, نص قال اه ونص قال لا, فقال اللي يعلم منكم الذي يعلم الذي لا يعلم. فالناس اللي خدت مقرر الفول سيل تبقى تقول للناس اللي ما خدتش, بس برضو ممكن نعديه بسرعة كده. الفول سيل لو شفت الفكرة الأساسية بتاع توليد الطاقة من محركات الاحتراق الداخلي, بتمر بأكتر من صورة من صور الطاقة, بداية من الكيميكال انرجي اللي موجودة في الفول انت بتحولها للثيرمال انرجي, ثيرمال انرجي هتتحول ميكانيكال انرجي, ثم الميكانيكال انرجي هتحول الكتريكال عشان انت عايز الكتريكال في بعض التطبيقات, او لو ما انتش عايزها في العربية فانت عايز كهرباء على طول. فالكونفيرجن دي كلها كفاءات وانت ماشي, كفاءة من دي لدي لدي, كفاءات في الاخر الافرول بتتضرب في بعضها فهتديك النت افشنسي اقل شوية. لكن في الفول سيل بتختصر شوية حاجات, عندك كيميكال انرجي هتروح للكتريكال انرجي مباشرة, فاختصرت اللي في النص الميكانيكال والثيرمال, و
زائد ان انت في الفيول سيل عباره عن داخل هيدروجين من ناحيه واكسجين من ناحيه، والويست بتاعتك هي ميه H2O، فالاميشن مش اقل، ده هي زيرو اميشن. فيها بقى انواع كتير وفيها تفاصيل كتير اكتر من كده، لكن يبقى ان اشهر نوع بيستخدم في المحركات اللي هو البروتون سينج من برين، ده عشان بيبقى سوليد فما فيش مواد سائله، فاستخدامه في المحركات بيبقى افضل. فده الفيول سيل فيكلز برضو هي لسه في نطاق التطوير، لكن لسه ما اتطبقتش فين في مصر. الاميشن والاير بوليوشن زي ما بقول وهقول دايما ان البيئه مرت بمراحل كده او الاهتمام بها في المحركات. فاول مرحله كانت اوبشن، كانت رفاهيه، المصنع او الشركه المصممه للمحرك اللي بتراعي البيئه بتقول ده زي ان ده ايه اوبشن عندي زياده، يعني مور انرجي او ليس انفايرمنتال ايميشنز. بعد شويه بقت بونص، بقت الشركات تاخد بونص، يعني اللي الايميشنز بتاعته اقل، اللي الكربون نمبر بتاعه اقل، والله هيتعافى من الضرايب، هيتعافى من الجمارك، هياخد صلاحيات في حته معينه. مرينا بقى بالمرحله الاخيره اللي احنا عايشين فيها، ان بقت رولز، بقت قوانين، بقى في قانون للبيئه. ممكن يكون في مكان القانون ده الليمتس بتاعته اقل شويه، الليمتس هناك عاليه شويه، فبقت في دول ما بتسمحش بان الانجن دي تخش في الخدمه او تطلع من المصنع الا اذا كانت الاميشن بتاعتها اقل من 1 2 3. وفي بلاد الرفاهيه عندها اقل شويه، لذلك العربيه اللي موجوده في مصر مش هي اللي في الامارات، مش هي اللي في امريكا، مش هي في اليابان، مع ان هي نفس المصنع ونفس الشركه. فالاهم الملوثات قدامي رقم واحد الهيدروكربونز، هيدروجين وكربون ما تحرقوش. تاني حاجه الكربون مونوكسيد، ده نتيجه ان الهواء كان قليل فما حرقش كل السي، حوله لسي او 2 فتحول عندي او تواجد عندي السي او، وده اخطر واحد فيهم لان هو تاثيره بيوصل للقتل المباشر. بعد كده الاكسيد اوف نيتروجين او النوكس اللي هي تكون الاكسده النيتروجينيه، انا المفروض نظريا بحرق باكسجين مع وقود، ولكن لان مش عارف اجيب اكسجين لوحده فالجايب الهواء، والهواء جايب معاه شويه نيتروجين وهو جاي، ومش شويه قليلين، ده جايبها بنسبه 79%. النيتروجين اول ما بيلاقي حراره على طول بيروح يتفاعل مع الاكسجين ويكون بقى ال NO وال NOx وال N2O3، كل الاكاسيد النيتروجينيه اللي برضو تاثيرها بتبقى على البيئه وعلى الكائنات وعلى الكائنات البحريه واللي موجوده في الجو وعلى الانسان نفسه. فالحقيقه النوكس مصدرها من الحراره اللي موجود، لذلك اما هناخد كده شويه في المنهج هتلاقينا بنعمل شويه حاجات عشان نقلل حراره التفاعل، مع ان حراره التفاعل كل ما تزيد كانت هتديني باور اعلى، لكن لاسباب بيئيه هبقى عايز اقلل درجه حراره التفاعل عشان احرم النوكس ان هي تتكون. اخر واحد اللي هو السوليد بارتكل، وده جاي اصلا من ان الوقود يكون فيه شوائب فتطلع معايا سلفر رصاص ايا كان الشوائب دي ايه. دي الاربع انواع، واحنا في المنهج هتلاقينا بنشوف الاول يتقاسم ازاي، ايه وحدات قياسهم عشان هنحكم على المحرك من خلاله، ازاي اعالج الحاجات اللي طالعه دي الاميشنز اللي طالعه دي. دايما في علاج كل البيئه كده عندك طريقتين، يا تمنع تكونها يا تعالجها بعد ما طلعت. تمنع تكونها انك تروح لسبب كل واحد من دول وتحاول تمنعه، هيدروكربون جايه من ان في هيدروجين وكربون ما اتحرقوش، طب هم ليه ما اتحرقوش؟ ما كانش فيه خلط جيد، احاول اجيب خلط جيد. غرفه الاحتراق تصميمها ما كانش كويس، كان فيه ديد زون، اماكن ميته الهواء مش عارف يروح لها، فامنع المناطق دي، وهكذا اروح لتكون السوليد بارتكل، والله استخدم وقود او اعمل عمليه تنظيف للوقود قبل ما اشتغل. السي او اعرف اظبط الاير تو فيول ريشيو عشان يبقى كومبليت كومباشن، فاروح للسبب واحاول امنعه، ما قدرتش وحتى لو قدرت امنع دايما هتبقى نسبه النجاح قليله، فابدا اروح اعالج بقى الحاجات اللي بتطلع اللي هي علبه البيئه اللي بيسموها
بحطها في الايه في العربيه او في مخرج الشكمان اللي هو تروح اي مركز صيانه في مشاكل في العربيه. اول اجراء شيل عربيه البيع واشتغل بقى. ده اول اجراء اصلا هي اللي عامله لك باك بريشر وهي المشكله انها بتتشال العربيه بتتظبط فالناس لازم تسد ها ايوه بس العربيه بتتظبط قدامك يعني هي ممكن عمرها يقل شويه يعني. ده كده الباب الاولاني خلص. الباب الثاني كده هنفتح فيه النهارده وبعد كده نكمل عليه المره الجايه. تصحين النهارده شويه عن ال مصحين عن الميعاد يعني. حته صغيره كده. الباب الثاني قلنا هنخش في الجيومتري بتاع المحرك. فهو هدفنا ان احنا عايزين ندرس او نحسب كل الاوتبوت بارامترز من المحرك سواء ورك تورك باور ونشوف كمان الانبوت ريكويرمنت بتاعته الاير الفويل الكومبشن الاميشن ميجرمنت ازاي اقيسها. فاول حاجه بس هناخد الجيومتري بتاع المحرك. شفنا الشكل ده كتير بس نعد عليه تاني عشان نقول الرموز لو خدناها في اي مكان تاني برموز تانية. انت محرك الخلية بتاعته اللي بتتكرر هو ده. فلذلك الحسابات كلها بتتم على وان سلندر وانا بس بضرب في عدد الاسطوانات. اي نعم وجود اكتر من اسطوانة ما بيبقاش هو نفس الارقام بالظبط وان اضربها في العدد لكن هو الاقرب الى صح. لكن نظرية ان انا احسب على اسطوانة واحدة واضرب في اربعة او اضرب في ستة مش ده الصح قوي لان وجود الاربع اسطوانات او ست اسطوانات مش زي اسطوانة لواحدة. فبداية المكبس عندك بتحرك ما بين نقطتين البوتوم ديد سنتر والتوب ديد سنتر اللي النقط اللي بتحرك ما بينها وهو ده الاستروك هو ده المشوار. ثم فوق في حاجة اسمها في سي ده الكليرنس او بنسميه الكومبشن شامبر دي اللي بيحصل فيها عملية الاحتراق اللي هو منها جاي مفهوم الار كومبريشن. يعني ايه ار كومبريشن؟ اللي هو نسبة الانضغاط اللي هو الفي اللي هضغط ليه؟ انا هضغط كمية معينة كانت مالية الغرفة كلها اللي هو الفي سي زائد الفي دي. الفي دي اللي هو الديسبليسمنت الازاحة اللي هو جاي من الستروك اللي هو عبارة عن حجم اسطوانة باعها الاربعة دي تربيع في الستروك كده. انت جبت الفي دي اللي هو حصل ازاحه بتاع المكبس. باقي عندك الفي سي اللي هو الجزء اللي ثابت عندك يبقى ده التوتال فوليوم. يبقى لو قسمت التوتال فوليوم على الفي سي هيديني الار كومبريشن اللي هي نسبه الانضغاط واللي من اهم البارامترز اللي بنقيس بيها المحركات. حتى في الدورات السايكل اللي هناخدها اوتو ديول ديزل بنربطها دايما بار كومبريشن اللي هي كل ما تزيد نسبه الانضغاط دي يبقى كفاءه الدوره الحراريه بتزيد. ولو رحنا الارقام هتلاقي الار كومبريشن بتاع الديزل ضعف تقريبا البنزين. ده راجع ليه؟ لان انا في الكومبريشن بعتمد على درجه حراره وضغط اكبر عشان يحصل احتراق. فاول الرموز اللي هنقابلها البي اللي هو البور او الدايمتر بتاع السلندر ومجازا هناخدها كمان الدايمتر بتاع البستون ولان في فرق بسيط اللي هو الحلقات او الشنابر ولكن بنقربها دايما ان هم زي بعض. الاس كابيتال اللي هي الاستروك. الار اللي هو الكونكتنج رود لينث. الاي اللي هو الكرانك اوفست اللي هي طول الكرانك الركبه بتاع الكرانك. الاس سمول ده بيستون بوزيشن ده بتغير بتغير الزاويه. خلي بالك ان المكبس وعمال يتحرك فالمسافه بتاعته بتتغير ففي حاجه اسمها اس سمول هنسميها البيستون بوزيشن ودي هتبقى داله في الزاويه بتاع السيتا. لو السيتا دي بصفر يعني الكرانك ارم والكونكتنج رود مفرودين للاخر ده اللي هو الاستروك بتاعنا ده المشوار اللي احنا عايزينه. الفي سي اللي هو الكليرنس فوليوم. الفي دي اللي هو الديسبليسمنت فوليوم. لو جينا بقى نربط الابعاد دي مع بعضها هتلاقي ان الاستروك بتاعك بيساوي 2 ايه. ايه هو الايه؟ اللي هو الكرانك اوفست. خلاص هي هتبقى باينه هنا بس ممكن نوضحها. بس ده ايه؟ فهو بيلف دوره كده فيبقى الاستروك بتاعي هو وجود ده هنا وهنا
يبقى اس الاسترك بتاعي بيساوي 2 اي. ده اول بعد عندك. بعد كده بنحسب حاجه اسمها الافريج بيستون سبيد. المكبس وهو بيتحرك سرعته بتختلف بدايه من صفر الى اقصى قيمه، لانه ما يطلع فوق عشان ينزل لازم يوصل لسرعه صفر ويبدا يزيد لغايه ما يوصل ماكسيمم، ويبدا المنحنى يقلب تاني لغايه ما يوصل صفر، وهكذا هو طالع ونازل، لان انت بتحول السرعه الدورانيه التردديه، فيبقى ليه سرعه متوسطه. اليو بيستون افريج ده 2 اس ان، والحقيقه دي بتاخد قيمه من 5 ل 20 متر على السكند. وليه ما بيزيدش عن الارقام دي؟ انا كل ما هزود يبقى هحصل على باور اعلى. الحقيقه ده لسببين. اول حاجه السيف ليميت، ان انا مع السرعات العاليه هتبقى فيه حراره عاليه، فالماتيريال نفسها مش هتقدر تستحمل سرعات اعلى من كده. تاني سبب ان انا محكوم بفالفه هيتفتح وكميه هواء هتخش وكميه وقود هتخش من انجكتور، فكل ما السرعه زادت قللت الزمن بتاع الحاجات دي وهي بتحصل. الهواء يخش امتى؟ فانت لو قللته قوي لجزء جزء من الثانيه، وانت عندك المساحات والحجوم محكومه، هو الفالف هو الفالف ثابت وهيفتح، ففتحه دخول الهواء ثابت، فكل ما السرعه بتزيد قوي السماحيه او الحجم مش هيكونوا متاحين لادخال كميه اكبر من الهواء، فبيحصل فشل في النظام، فانت محكوم بسايز معين ما تقدرش تزود على كده. هذه من اشهر الاسئله اللي بتيجي نظري في الامتحان، للمين بيستون سبيد بيبقى من 5 ل 20، يا اما يتسال سبب او يتسال في سؤال هي كام اصلا السرعه الافريج المستخدمه في المحركات. قول الريفوليوشن بير مينت عدد اللفات، بس هي ريفوليوشن بير سكند. الانجن سايز البور او الاستروك ده نفسهم بيتراوحوا المحركات من نص سنتي لغايه ما توصل لنص متر. طبعا في محركات عملاقه اكبر من كده، وفي محركات بقى ممكن تكون موديلز او حاجه شغاله في عربيه لعبه او حاجه فتكون اقل من كده، لكن المعتاد في التصميم من نص ل 5 من 10، يعني من 5 مللي لتقريبا 50 سنتي. في نسبه عندي اسمها البور تو ستروك ريشيو البي على الاس، دي بتتراوح من 8 من 10 ل 1 و2 من 10. وفي عندي القيمه اللي هي بي بتساوي اس، البور بيساوي الاستروك، ده اللي بيسموه سكوير انجن. المحرك ده مربع، سكوير انجن معناها ان البور بيساوي الاستروك، لكن لو هي اكبر من كده بيسموها اوفر سكوير، لو البي القطر اكبر من الاستروك بيسموها اوفر سكوير، لو اقل بتسمى اندر سكوير. وكل واحد فيهم ليه تطبيقاته مزاياه وعيوبه. انت كل ما هتزود الاستروك فانتقال الحراره كده المفقود هيزيد عندك، ولكن الحراره اللي فوق والضغط هيبقى افضل، واما تيجي تعكس هتلاقي ده قل وده زاد وده زاد وده قل. ففي عندك ثيرمال انت عايز تتنقل من الاحتراق للفلويد نفسه، وفي ويست، واحد فيهم هيزود الويست ويقلل الثيرمال انرجي والتاني العكس، فكل واحد له مزاياه وعيوبه. اول حاجه هنشوفها اللي هو المسافه اللي هي اس اللي هي سمول اللي هي بتتغير مع الزاويه، دي بحسابات المثلثات العاديه كده، لو دي سيتا ودي اس سمول ودي ار. فلو انا عايز احسب قيمه اس دي هي عباره عن المنطقه دي زائد المنطقه دي. طب المنطقه الاولانيه دي ايه؟ كوزين الزاويه، مظبوط. المنطقه دي ده مثلث قائم الزاويه، انا عايز اجيب الحته دي فاقدر احسب من المثلث ده الار تربيع اللي هو الوتر واطرح منه الجزء ده، فيبقى زائد جذر التربيعي لار تربيع ناقص ايه تربيع مضروبه في الساين، فتبقى ايه تربيع ساين تربيع سيتا. فهو قانون بس مش حفظ قوي يعني، انت ممكن تجيبه في ثانيه. يبقى الاس دي بتساوي ايه كوزين سيتا جذر ار تربيع ناقص ايه تربيع ساين تربيع سيتا. طبعا اول ما تحط سيتا بصفر كل ده هيقول الا ان هو
A زائد R. لما يتفرد خالص هيبقى اسمه A زائد R. اليو بي اللي هي احنا من شوية جبنا يو بي افريج. طب لو عايز احسب السرعة اللوكال عند كل نقطة، الدي اس بتاعتي اللي هو الستروك دالة في السيتا، هفضله بالنسبة للزمن، اقدر اجيب يو بتاع المكبس عند اي نقطة، ودايما بنسبها لليو افريج. مش هتخش في القوانين ده، او احنا هنعرفها لما هنيجي نحل مسائل، هنشوف احنا هنستخدم ايه ونسيب ايه. باقي عندي كمان الار اللي هو الريشيو بتاع الكونكتنج رود، دي نسبه الار الى الاي اللي هو طول الكونكتنج رود الى الكرانك اوفست، ودي الفاليوز بتبقى من 3 ل 4 واحيانا بتوصل في المحركات الكبيره من 5 ل 10. الارقام دي بتبقى بس في دماغك عشان تبقى عارف الرنجات بتبقى ايه. لما تروح سنه رابعه بقى في ماده اسمها تصميم، فالارقام دي اللي بنصمم بيها، فتلاقي الباب ده تاني متكرر تاني او بناخد منه الارقام دي. ولو ان اعتقد في اللائحه الجديده مش عارف التصميم اللي في رابعه اسمه ايه، ما بقاش تصميم محركات، بقى هو تصميم بس حاجه تانية، فلسه مش عارف اللائحه بتاعته هتبقى ايه. هي في اللوائح الجديده عمالين يقللوا المواد، انا هقعد من غير شغل كده، هدرس اقتصاد. حاضر كفايه ماشي، خلاص خلاص كفايه.